أخواني وأخواتي، بعد التحية، كما تعلمون بأن حالات الإصابة بالكورونا محليا وفي جميع أنحاء المملكة في تزايد مستمر، مما يتطلب تضافر جهود الجميع للحد من انتشار هذا الوباء لحماية أهلنا أصدقائنا ومجتمعنا. أود هنا أن أذكر بأن القانون لا يسمح بلقاء أكثر من 6 أشخاص في الأماكن المغلقة أو المفتوحة وحتى في المنازل الخاصة، باستثناء أماكن العمل، المدارس والمنازل التي يقطنها أكثر من 6 أشخاص، ومخالفة هذا القانون قد تعرضك للغرامة المالية. الجميع هنا مطالب باتباع بعض إرشادات الوقاية الصحية والوسائل البسيطة التي تساهم في حماية أنفسنا وأحبتنا. أولاً، غسل اليدين بشكل مستمر لمدة 20 ثانية. ثانياً، الالتزام بغطاء الوجه. ثالثاً، التباعد الاجتماعي عن الأشخاص الذين لا يقطنون في نفس المنزل. للتذكير، كي نحمي أنفسنا ونحمي من نحبهم ونحمي مجتمعنا، اليدين، الوجه، التباعد الاجتماعي. وشكراً.